مستمعين أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية للتعرف على أهم الإجراءات والقرارات التي تتم تمشيا مع قرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. أهلا بحضرتك معنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. يعني الأوقاف، نقول الإجراءات اللي تمت بالنسبة لمديرية الأوقاف في المنوفية والاستعداد للإجراءات الاحترازية الأخيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من بداية ما بدأت الدولة تأخذ الإجراءات تم اتخاذ حزمة من الإجراءات للحماية المواطنين، فبدأنا بتعليق المدارس العلمية والمدارس القرآنية وغلق الكتاتيب والمراكز الثقافية وتعليق كل الأنشطة الدعوية التي من شأنها أن توجد تزاحم في المكان. تمام. وتم غلق المساجد غلقا جزئيا وفتحها وقت أداء الصلوات فقط إلى أن صدر القرار الأخير من يوم السبت الماضي بغلق جميع المساجد وملحقتها، فأغلقت جميع المساجد ولا يتم إلا رفع الأذان من المساجد دون الزوايا والسيطرة عليها جميعا، حفاظا على عدم تجمع المواطنين وحفاظا على صحة المواطنين. تم تعليق كل الإجماع من شأنه أن يكون في تجمع، حتى الاختبارات التي كان من المقرر أن تجرى للمراكز الثقافية تم تأجيلها إلى ما بعد رمضان. والأوقاف بتلتزم بكل التعليمات التي تصدرها الدولة حفاظا على المواطنين، فعلقت كل أنشطتها وكان آخرها غلق المساجد وتأجيل جميع الاختبارات للدورات وتعليق جميع الدورات والاختبارات المقررة للمراكز الثقافية. تمام شيخ أحمد، مدى التزام العاملين بالأوقاف بهذه القرارات؟ الحمد لله هناك التزام ومتابعة على مدار الساعة، ولا توجد خروقات إلا نادر جدا أن تجد المؤذن، يعني مثلا وداخل يأذن ترك باب المسجد، ومع ذلك بنأخذ القلب عليه ونعقب عليه وربما يترتب على ذلك نقله من المسجد ومجازاته. فعن الحمد لله على مدار الساعة من الفجر إلى ما بعد أذان العشاء مرور كامل لي أنا شخصيا ولجهاز الدعوة والإدارات والمفتشين، وحتى شغلنا السادة الأئمة ومقيم الشعائر كمفتشين معنا في هذه الفترة، وكلفنا كل إمام في قرية بمتابعة غلق الزوايا والمساجد في قريته أو في نطاق مسجده، كلفناه بعدد من المساجد والزوايا مساعدة لنا، لأننا كلنا بنتكاتف من أجل أن نصل بالبلاد إلى بر الأمان. تمام فضيلة الشيخ أحمد، يعني نقول بقى رسالة بنوجهها للمواطنين وأهالينا في القرى في هذه الظروف الحالية والتعاون مع الأوقاف يا فندم. رسالتي إلى جميع المواطنين الالتزام، وأن الصلاة في المسجد في مثل هذه الظروف هي سبب من أسباب الوقاية ومن تعريضنا للخطر، ويصلي كل إنسان حتى بزوجته وأولاده في البيت جماعة، ويقلل من الخروج والنزول والالتزام، ولا يأخذ بالشعارات خلها على الله وسبها لله وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكلها جميل، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب والحيطة. ومن أهم الوقاية من الوقوع في هذا الفيروس هي تجنب الاختلاط والنزول إلى الشوارع والاحتكاكات بالمواطنين، فأرجو أن يلتزموا بذلك وأن يصلوا في بيوتهم، وهذا كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأمر مؤذنه أن ينادي بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، كان يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، وكان ذلك في الليلة شديدة المطر وشديدة الظلام أو شديدة الريح وفي شدة الطين وغيرها، لأن الإسلام دين رحمة لا يريد أن يعرض أبناءه إلى الخطر، فالتزموا البيوت وصلوا في بيوتكم ولكم الأجر إن شاء الله، واجعلوا إلى الله بالدعاء وأعمال الخير والبر أن يحفظ الله البلاد والعباد. فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن، يعني وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، احنا بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة المتميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن البلاد والعباد. شكرا جزيلا لحضرتك. آمين يا رب، إن شاء الله تمر البلاد بخير طالما هنلتزم بالتعليمات اللي بتقرها الدولة ووزارة الصحة. شكرا جزيلا لسعادتك. شكرا يا فندم. العفو، شكرا جزيلا.
وكانت هذه الفترة المفتوحة يا أعزائي والتي أجرينا فيها هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، وحول أهم الإجراءات الاحترازية التي تمت مؤخرا فيما يتعلق بالمساجد والتعامل معها والتزام العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية. وكان هناك التزاما مميزا، وهذه رسالة وجهها الشيخ أحمد عبد المؤمن للكثير من مواطني محافظة المنوفية. شكرا لحضراتكم على هذه الفترة المفتوحة والتي قدمها لكم محمد الشامي، والإعداد لنادى عبد الخالق، والإخراج لسلوى العنان. كانت معكم إذاعة زهرة العرب لكل العرب.